بجيب كل الكتب وكل حاجة اللي أنا بحبها، بالذات كتب المترجمة، من ضمنها تايتانيك بحب أقراها جدا، وبابا هو اللي حببني فيها، قال لي قصتها وأنا حبيتها. هو المعرض فرصة لأي حد بيحب يقرأ وكده، وبتتعمل كل سنة، فهي حاجة لذيذة جدا ولازم الناس تنمي ثقافتها وكده، بس مش أكتر. هو مش أول مرة أجي هنا، ولكن بصراحة ما شاء الله التنظيم، سهولة الوصول لأي مكان معين أو أي دار نشر معينة، التنوع، الفرايتي اللي بتختلف كل مرة عن المرة اللي قبلها. والله هو معرض الكتاب فرصة لتلاقي الأفكار والنشر الوعي بين الناس، يعني هنا من شايف ان المعرض متنوع عن كل حاجة، يعني وبيدي فرصة الناس ان هي اللي عنده فكرة بيزودها، وبيدي نشر عن جميع الدول، يعني في ليد كذا قسم عن من الدول التانية هنا في المعرض. بحب اقرا تنمية بشرية اكتر وروايات، بس دول اكتر حاجتين بحب اقراهم بصراحه. ممكن حاجات عن الفلسفه، الادب، علم النفس، علوم الطاقه. بحب اقرا الكتب اللي هي بتبقى يعني مشوقه وتخليك، يعني كتب من مغامرات، تحس ان انت عايز تقرا اكتر واكتر، وتخليك ان انت يعني دماغك تشتغل كده في كل حاجه انت بتقراها. وانا يعني ارشح الكتاب بوابه الاساطير واستاذ احمد حسنين، هو مطالع عليه، ويعني ارشح كل الناس ان هي